30 نوفمبر، بكرة إن شاء الله أول ديسمبر. أول ديسمبر إحنا يوم قلنا عليه إنه يوم المقاطعة. مقاطعة إيه؟ مقاطعة الشراء، يوم التوقف عن الشراء. الكلام ده قلناه حسب المبادرة اللي أطلقها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وكانت مبادرة شخصية منه وإحنا تبنينا هذه المبادرة. يوم 1 ديسمبر هو يوم التوقف عن الشراء، يوم مش بنطلب حاجات كتير، احنا بنطلب يوم، يوم نتوقف فيه عن الشراء، يوم ترجع كده الدفاتر والأوراق للبياعين وللتجار، البيانات بتاعت المبيعات بتاعتهم في اليوم ده تساوي صفر. طبعا يعني هذه أمنية، هذه رغبة، ده حلم. هل احنا جاهزين ليه ولا لا؟ هل المصريين جاهزين للتعبير عن موقفهم من جشع البعض ولا لا؟ من المغالين في الأسعار ولا لا؟ من المتربحين على حساب المصريين ولا لا؟ فرصة، فرصة صعبة أعتقد أن احنا نضيعها. الموضوع بسيط وبسيط جدا. أنا بنادي النداء ده ومتوقع رد فعل قد إيه؟ لا مش متوقع. أنا بعمل إيه؟ أنا بعمل اللي عليا، وكل واحد في البلد دي لازم يعمل اللي عليه. أي واحد هيتوقف عن الشراء وهيقاطع بكرة الشراء حسب مبادرة اللواء عاطف يعقوب واللي تبنيناها، هل هو لوحده ممكن يغير؟ لأ، بس هو بيعمل اللي عليه. أنا أعمل اللي عليا، وحضرتك تعمل اللي عليك، وحضرتك تعملي اللي عليكي. المجموع هيكون مؤثر، محدش فينا يستنى يشوف التاني هيبقى عامل إزاي. اليوم ده ممكن يكون تأثيره كبير، ممكن يردع كتير من التجار، ممكن ممكن على الأقل هيديهم إشارة واضحة وصريحة إن الشعب ده لسه فيه نفس يعترض، لسه فيه نفس يتوجع، لسه فيه نفس يصرخ ويقول كده كتير، مش قادرين، مش قادرين. سواء حاجات ليها علاقة بالأكل والشرب، سواء حاجات ليها علاقة باللبس، سواء حاجات ليها علاقة بالاستخدام اليومي أو الاستخدام الاستهلاك الدائم. إشارة بس إن إحنا لسه قادرين نعترض ونقول لا، ما ناخدش الألم ونسكت، على الأقل نقول إحنا غير راضين. لواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، سيادة اللواء أهلا بيك يا فندم. أستاذ هيثم، إيه اللي ممكن أقوله بعد كل الكلام اللي حضرتك قلته؟ أنا حابب حضرتك تكرر نفس الدعوة اللي إحنا تبنيناها من حضرتك في نفس اليوم اللي أطلقته فيها سيادة اللواء، يعني تدي رسالة للناس، هل نقدر نبقى مؤثرين ولا لا، ولا خلاص ما بقاش لينا لازمة؟ أول حاجة دي مش دعوتي، دي دعوة كل واحد بيشتكي إن الأسعار زادت وارتفعت بدون وجه حق وبشكل عشوائي وبشكل فيه نوع من الاستغلال والجشع بالنسبة للمستهلكين. نمرة اتنين، بقول لكل واحد إذا كنت أنت بتشتكي من الأسعار، جه الوقت إن أنت تعبر بطريقة إيجابية بكرة وتقول أنا بعترض على كل اللي بيحصل ليا، وده أقل تعبير أنا ممكن أعمله. نمرة ثلاثة، نقول هل يوم واحد هيفرق؟ أقول لك لا، بس بكرة رمز أول ما هنتجمع، بعد كده هيعقبه حاجات كتيرة قوي. لو نجح بكرة نقدر بعد كده نقول في لستة سودة إحنا رصدنا مين من البياعين إن هو بيستغل المستهلكين ونقول بيستغلهم ليه؟ نمرة ممكن ان احنا نقاطع، ممكن ان احنا نقول ان احنا في حاجة بعينها، ممكن ان يبقى في حاجات كتيرة جدا، ممكن سلوكياتنا، ممكن نمط استهلاكنا، حاجات كتيرة جدا هتترتب على بكرة لو طلع المارد اللي اسمه المستهلك بالأم. العالم كله مش لازم ان انا احط ورا كل تاجر عسكري، صح، لازم احط وراه واحد من حماية المستهلك، انما المستهلك نفسه اول واحد بيدافع عن الحق واول واحد بيضبط ايقاع السوق. دي الوقت العشوائية اللي هي اللي موجودة في السوق لازم ننتهي. الجمعة السوداء والجمعة البيضاء وكل النهب والنصب اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي يدل على انه لا صلاح ولا اصلاح، الا لو كان المستهلكين استمعوا للتحذير اللي انا بعته، قلت لهم يا جماعه احنا رصدين ان اللي بيحصل ان هم هيرفعوا الاسعار، صح، ويرجعوا الخصم
وجبنا الكلام ده، واللي يراجع جهاز حماية المستهلك قبل الجمعة البيضة، لأنه كان في جمعتين بيض وجمعة سودة. لما لقينا ده الاتجاه العام اللي بيحصل، جمعتين بيض وجمعة سودة وجمعة يتيمة يا سيادة اليوم. أنا مش عارف يعني، اللي احنا عايزين بقى الجمعة فعلا ان احنا جمعة اللي حقيقية يعني جمعة سعيدة، ان التجار يرجعوا لعقلهم ويرجعوا يعرفوا ان هم بيغامروا بلقمة عيشهم وبيغامروا بلقمة عيش الناس الغلابة اللي بتشتغل واثقة فيهم بتشتغل عندهم. لان احنا مش ضد التجارة ومش ضد التجار، أكيد. احنا ضد الاستغلال. احنا ضد الاستغلال، وعايزين نرجع تاني للتاجر الشريف اللي كان بيرتبط بالكلمة بتاعته، مش بيمضي على الكمبيالات ولا بيعمل اي حاجة، ولما يقول انا هعمل بيعمل. انما اللي بيحصل دلوقتي ان ده جزء من القبح اللي تسلل لسلوكياتنا وحياتنا. صحيح. وقت ان بكرة ده يبقى اول حاجة تقف قدام القبح اللي احنا شايفينه في حياتنا. صحيح. قبح في الشوارع، قبح في السلوكيات، قبح في السواقه، في الحاجات كتيره قوي. احنا عايزين نرجع نستعيش نفسينا عشان نقدر، ان اذا كنا عايزين نبني البلد الجميله دي اللي هي اجمل بلد في العالم، يجب ان احنا نرجع ونشوف هل السلوكيات بتاعتنا دي تقدر انها تبني. انا ما اعتقدش. يبقى احنا بنبص بنظره بعد كده، نظره شامله، ازاي ان البلد دي نقدر، ازاي كمستهلكين. واحد بس هيفرق. خليني اوجه الرساله للمستهلكين، كل واحد على حده، واقول له لو قلت بكره ان انا مش انا اللي هفرق، يبقى انت هتكون اول سبب بفشل بكره. صحيح. لو نجحت بكره هنخليه رمز، كل يوم 1 ديسمبر من كل عام هنحتفل سويا بيوم المستهلك اللي هو قدر يقف باول مره في التاريخ وطلع من الامم وبقى جبار ومارد ويقدر ان هو يوازن السوق. صحيح. خلينا كلنا نجتمع كلنا على قلب راجل سواء، وانا اعتقد وواثق ان احنا بكره هننجح وهنبعت رساله جيده. وخلونا بعد كده بقى نشتغل واحنا في ظهرنا قوه. يعني انا لما اجي افاوض بعد كده مع الاتحاد العام للعروض التجاريه وافاوض التجار، يبقى انا هم يبقى عارفين وانا بفاوض ان انا ورايا قوه، ممكن ان هم في حاله اذا كان هيقولوا لا ولا مش هنلتزم، يبقى عارفين ان احنا برضه يبقى عندنا ردود فعل. وهذكر تاني، اليابان اللي ما بتاكلش غير الرز لما زي قطعت الرز. صحيح. انجلترا لحمه ومره وبطاطس وبصل مره، نزلت الاسعار. الارجنتين البيض اللي هو ارتفع ده مش نزل وبس، ونزل على السعر اللي كان معروض، وجواب اعتذار من الشركه. صحيح. المستهلكين بتقول لهم احنا اسفين ان احنا تجاسرنا ورفعنا بدون وجع. والله يا عاطف بيه، واحنا نستحق هذه الدرجه من الاحترام كشعب كمان، بس يعني يبقى عندنا شويه اراده، يبقى عندنا شويه عزم، نبقى مش كل واحد فينا يتكل على التاني ويقول طب يعني مش انا اللي هفرق، مش هتيجي عليا انا. يعني محتاجين بس ان احنا كل واحد فينا يعرف قدره ايه. بالظبط كده، بالظبط كده. وانا واثق جدا المصري يقدر يعمل كل حاجه. شكرك. يقدر يعمل كل حاجه. شكرا جزيلا لواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حمايه المستهلك.